اليوم نناقشوا موضوع الهبة اللي هي ربما تمثل حل لمشاكل الميراث. ما هو تعريف الهبة؟ ما هي شروطها؟ هل يمكن التراجع عن الهبة؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيف الحصة الأستاذ محمد ينون، موثق وأستاذ جامعي. في الحقيقة الهبة عقد من عقود التبرع. لما نقول عقود التبرع يعني أنها عقد من العقود التي تتم بدون مقابل، ونجد أن الشريعة الإسلامية ومن ورائها قانون الأسرة الجزائري قد حارص على إطلاق يد الواهب الإنسان بصفة عامة في التصرف في أمواله، ما دام أن هذا التصرف ينتج أثره القانوني في حياته، قيد حياته، حتى في حالة العدل، لأنه ممكن تكون فيه غير على أعطاني من هذه الجهة وما أعطانيش من هذه الجهة، لكن على الأقل يقلل إلى أقصى حد ممكن من المشاكل التي قد تظهر. تتحول الهبة من عقد هبة إلى عقد وصية بشروطها، تطبق عليها الشروط. كل ما يتعلق بالعقار في الجزائر وإرشادات قانونية في هذا المجال، عقاركم، تتابعونها في الأوقات التالية.